السلام عليكم، انا اسمي احمد حامد منيب، انا مدرس جراحه انف واذن وحنجره، كليه الطب جامعه اسيوط، تخصصي الدقيق جوه انف واذن، هو مناظير الانف المتقدمه ومناظير قاع جمجمه عن طريق الانف. انا النهارده القيت كلمه بعنوان استخدام مناظير الانف في استئصال الاورام الخبيثه للانف الجيوب الانفيه. هو ده يعتبر من المجالات ما اقدرش اقول جديده، هي قديمه جديده في نفس الوقت، ودي تعتبر من الناس الحاجات اللي لازم نبدا نحاول نستخدمها كلنا في استئصال اورام الانف الجيوب الانفيه. يعني الابحاث الجديده كلها بتقول ان استخدام المنظار في استئصال الاورام الخبيثه للانف الجيوب الانفيه بيدي تقريبا كومبارابل ريزلتس، تمام، او بنفس النتائج بتاعه الاوبن ابروتشز. فهي بس القصه كلها انك تقدر تحط حضرتك تعمل ستيجين كويس، تمام، وتحط التيومر، تمام، اللي بينفع فيه استخدام المنظار تحطه في مكانه محدد، يبقى عندك الخبره الكافيه والادوات، تمام، المناسبه، ويبقى معاك فريق قادر على انه ينفذ معاك هذه المهمه. وفي نفس الوقت بيبقى عندنا اونكولوجي بورد قادر ان هو يحدد انهي مريض ينفع معاه استخدام المنظار وانهي مريض ما ينفعش استخدام معاه المنظار. في بعض الحالات ما ينفعش استخدام المنظار بس، انها تستخدم معاها الفتح، فبيبقى في حالات استخدمنا معاها الفتح الخارجي مع استخدام المنظار وحافظنا على العين بدل ما كان الاتجاه السائد قبل كده، ان اي حالات اورام خبيثه في الانف وجيوب الانفيه بنستأصل فيها العين لو راح ناحيه العين، او نستأصل مثلا الفك، او نستأصل جزء كبير من الوجه، وكان ده بيؤدي الى تشوه الوجه، فقدان العين، وده كان بيمثل كارثه نفسيه على المريض. فده جزء من بنحاول نشجع زمايلنا ان هو يدخلوا في المجال ده، تمام، وده ممكن يعمل نقله او طفره، تمام، في مجال اورام الانف والجيوب الانفيه. ده بس محتاجه تيم ورك زي ما قلت لحضراتكم، تمام، محتاجه نوع من التدريب. واحدة واحدة الموضوع ده يبدأ ينتشر على مستوى العالم، وبدأ ينتشر والنتائج بتاعته مبشرة جدا جدا جدا.